متابعة أيضا للمواضيع الطبية والصحية، في دراسة بتحكي أنه فقدان الوزن السريع بيزيد من خطر الإصابة بالأمراض. فوفقا لدراسة جديدة، الحميات المبتدعة بتقدم أطعمة لذيذة ولكنها بتحط قيود شديدة على عناصر غذائية معينة، وأنه الفكرة وراء هذا النوع أو هاي الأنواع من الأنظمة الغذائية هي تعديل لأنماط الأكل وحتى أنه الواحد يحافظ على النشاط البدني. رح نحكي أكثر بهذا الموضوع تحديدا، فرح تنضم لنا أخصائية التغذية الدكتورة سوزانا حدا. تحياتي لك. اهلا وسهلا، صباح الخير، كيف حالك؟ الحمد لله نشكر الله. تمام دكتوره، يمكن اليوم عم نشوف انه فقدان الوزن هو قلق عم بيكون كتير كبير لجيل اليوم تحديدا، وعم نلاقي انه يمكن احنا جيل السوشيال ميديا اللي عم بتابعوا كل المودلز وكل الاجسام الحلوه وكل الحياه اللي يمكن فيها رفاهيه من ناحيه الطعام وايضا من ناحيه شكل الجسم والرياضه، ولكن عم نشوف هون هذا ارق للشباب وعم بلجأوا ل ممارسات غذائية خاطئة. في بعض الشباب كمان اليوم يعني عم بيروحوا للعكس، بتلاقيهم انه عم بياكلوا اكثر بسبب الاكتئاب اللي عم بسبب لهم هذه المواقع التواصل الاجتماعي وهي الصور اللي عم بيشوفوها. فالحميات الغذائية اللي بالعكس اللي عم بيروحوا لها الشباب كمان عم تكون كتير قاسية، وممكن اليوم عم بتكون تأثيراتها السلبية اكثر من الإيجابية، فنحكي شوي بهذا الموضوع. هلا بالوضع الطبيعي اذا انا كنت بدي اعمل برنامج غذائي غلط كتير كبير اني اروح للاكستريم، لانه انا بضغط على جسمي وبحطه بطريقه اني انا عم بعطيه بوش زياده، يلا بدي انزلك بالوزن، يلا بدي انزلك بالوزن، وهذا شو بيعمل؟ بيعمل رده فعل عكسيه. الهرمونات بالجسم تشتغل على حسب شو انا بفكر، مش على حسب شو انا باكل بس. صح، دائما التفكير سبب رئيسي في انه يعمل كثير مشاكل. هلا التفكير احنا بنحكي السلبي مش التفكير الايجابي، التفكير الايجابي طبعا اكيد بيعمل كل الاشياء الكويسه بالجسم وبالهرمونات اللي بالجسم كلها بتصير افرازها جيد ورائع، لكن اللي بنحكي فيه لما انا اصير افكر انه انا مثلا انا صبيه عمري 24 سنه 25 سنه ووزني 160 كيلو او 120 كيلو او حتى انا كنت برينج التسعينات وعم بطلع على صوره موديل وانا بدي اوصل لها، هذا كويس، انا عم بعطي طموح لنفسي. صح، لكن الطموح لما يصير بمرحله الهوس انه انا طول الوقت بس بدي اضلني اكل بطريقه كثير غلط من ناحيه اني انا عم بحرم حالي من الاكل، بالتالي انا عم بحرم حالي من الفيتامينات والمعادن، وبالتالي انا بحط جسمي تحت ستريس كثير عالي، وبالتالي كل هرموناتي زي هرمون الكورتيزول بتم افرازه، وبالتالي ببلش كل الهرمونات الايض تختلف. وهذا الحكي بيساعد على زياده الوزن بدل نقصانها، عشان هيك في ناس بتقول لك اوكي انا عمالي بعمل كثير دايت حتى اوصل لهدفي بس ما عمالي بقدر انزل في الوزن، ايش السبب؟ 100% هذا هو السبب. احنا بنسميهم الفيت دايت، فيت دايت يعني الدايت الخاطئ الكذاب. تمام. ليه؟ لانك انت عم تعملي دايت وعم توهمي حالك، عم بتكذبي على حالك انك انت عم تعملي دايت، لكن فعليا انت ما عم تاكلي او عم تحرمي حالك. صح. وبنفس الوقت انت عم تحكي عن شيء فيت، شيء يتلاشى. فعشان هيك احنا دائما لازم نلجأ للطريقة الصحيحة، ما نصير نحن يصير في عنا مشكلة كتير كبيرة بموضوع وزني. انا اوكي انا وزني، بس لازم قبل اتصالح مع ذاتي، ابطل افكر في الموضوع، ابطل اطلع على الوزن، اصير اطلع قديش انا بنزل من الوزن. 100%. وهذا الحكي بريح كتير، يعني انا لما اجي اطلع الميزان الاقي حالي نازل 2 كيلو. صح، بتفرق لما احكي انا صرت من 69 صرت 68 مثلا. فكتير بتفرق هذا الحكي 100%. بس بتعرف شو اليوم يعني عم نشوف انه الاغلب بدهم السرعة. صح. يعني هم ما بتطلعوا على موضوع انه انا صحيح انت ذكرتي يعني مثال الصبيه اللي عمرها عمرها 24 وزنها 120. يس. اوكي مثلا هاي الصبيه بدها السرعه، عم تلاقيها انه بتدور على اي شيء اي طريقه اليوم اللي تنزلها بسرعه، ولكن يمكن هذا الموضوع خاطئ. ما في شيء بسرعه، اول شيء اللي بسرعه بيرجع بيطلع بسرعه، ما رح اصلا ينزل بسرعه. يعني جسمها بصير كل ما ضغطت على حالها جسمها بصير يطلع بدل ما ينزل. صحيح. لما تنزل بطريقة صحية تعطي شوفي أنا دائما بحكي عندي للمرضى اعتبر دماغك زي البيبي. ابنك احكي له جيب لي علامة بعطيك هدية. نفس الشيء أنت احكي له انزل أنا بكافئك. طب كيف بدك تكافئه؟ بالأكل الصحي. هلا لما ياكل بالشوكولاته. لا اكيد بالشوكولاته. يعني هيك بنكافئ اولادنا. بس بالشوكولاته بنكافئ اولادنا بالهدايا. مش بالشوكولاته.
هلا انا عادي ما عندي مشكله اني اكل واكل كل شيء انا بدي اياه، لكن اروح على الخيارات الصحيه النوعيه وبنفس الوقت كمان اروح على الكميه. يعني الدايت هو كواليتي اند كوانتيتي، كميه ونوعيه. اذا انا اكلت كميه اكبر من اللازم فانا وسعت معدتي وصارت زي البالون، بالتالي كل الافرازات اللي بجسمي ان كانت هرمونات او انزيمات راح تكون بقدر هاي الكميه يلي انا دخلتها على جسمي. ثانيا اذا انا بدي ابلش بموضوع انا عمالي باكل اكل ما فيه فيتامينات ومعادن واكل مش صح عشان بس انزل بالوزن وعمالي بنقص كل شيء، نقص الفيتامينات والمعادن بسبب زياده في الوزن بدل ما يسبب نقصانها. ما استفدتي يعني. ما استفدنا شيء. مثلا عندك البي 12 اذا نقص عندك بصير في عندك احتباس سوائل، اذا عندك نقص بالحديد بصير احتباس سوائل وكمان احتباس بالدهون، يعني الدهون بتصير تتراكم في الخلايا الدهنيه. هاي معلومه مهمه انه البي 12 بيعمل احتباس سوائل صراحه دكتوره، انا اول مره بسمعها. وكمان نقصه بيغير كل تركيبه الدهن بالجسم، صحيح. الكوليسترول والدهنيات الثلاثيه، وهذا الحكي بسبب وجود كمان بثور وعلى البشره. انا طالعه من هون اخذ امره بي 12 يا جماعه. لا قبل افحصك. لا انا عندي نقص بالضبط. بس انا مهمله الموضوع. لا أهم طيب دكتوره، في عندنا كمان جزئيه كثير مهمه بموضوع اليوم، انه عم نشوف الهوس عم بيصير بالنحافه، وبتلاقي انه في كثير منهم وصلوا للهدف وعم بيزيدوا. يعني الانوركسيا برجع. احنا عندنا الانوركسيا اليوم كمان هي عم بتكون بشكل هوس. بس هي مرض. بصير مرض، ما هو الهوس بيوصل للمرض. يعني بصير عندنا اليوم احنا الصبيه هاي وصلت للنحافه اللي بدها اياها، ولكن صار عندها هوس وصلها للانوركسيا. صارت يعني هي من كتر هوسها بالنحافه بطلت تميز حتى انه انا اليوم هذا نحف حلو او نحف بشع او انوركسيا او صار مرض. صح. هلا الموضوع انه توصل لمرحله المرض هذا كثير وارد، مش بس بالانوركسيا. اوكي. يعني من كتر ما صار عندها هوس وضغطت على حالها ممكن يصير عندها مقاومة انسولين. يعني قبل شوي ذكرتي بهذا الموضوع. مقاومة الانسولين لسه اسوأ من الانوركسيا. انوركسيا يعني قعدتين ثلاثة مع دكتور نفساني بتروح. الانسولين بدها تقريبا 6 لـ 7 شهور لعلاجها. انسولين ريزيستنس، مقاومة الانسولين، بصير هرموناتك تطلع وبطل جسمك قادر يصير حساس للإنسولين حتى يدخل السكر من الدم للعضلة. وهذا أسوأ، ممكن يؤدي عندي مشكلة أكبر كمان، مشاكل بالكلى، لأني ببطلوا يشربوا مي بصيروا خايفين إذا بيشربوا مي يصيبهم احتباس. صحيح. ببطلوا بصير عندهم مشاكل بالقلب لأنه بصير يتجه لا الفيت دايت زي مثلا الكيتو دايت. في ناس هلا صارت مشيت على صيام متقطع وكيتو دايت وهي القصص كلها. طيب شو رايك فيهم لهدول انواع طبعا خطا الرجيم والدايت؟ 100% خطا. أوكي. بدون تراجع ولا 1%. واللي انا بحكي معاه مش بحكي عنه مش اجتهاد شخصي. لا احنا عم نحكي عن منظمات علم. منظمه القلب العالميه، منظمه السكر العالميه، صرحت وحطت على صفحاتهم الرسمية انه نبعد عن هذا الموضوع. ايش السبب؟ لانه اصلا هم بالبداية طلعوا لمرضى اسرع. نعم. طيب اليوم يعني انا وياك متفق على موضوع، انا معاكي بهذا الموضوع، انا وياك متفق اليوم على موضوع نظام غذائي صحي متكامل. متوازن بالكميات بالنوعيات ومتكامل. بالضبط. ما اخلي ما احس حالي اني انا محروم من شيء، بس اهم شيء ابعد عن المشروبات الغازية، اشرب مي بشكل كويس، احاول اني انوع واخذ كميات بروتين اكثر من كميات النشويات. ما اقطع النشويات لكن اخذ كميات بروتين بشكل اكبر، التزم بكميات خضار عاليه، التزم بحبتين لثلاث حبات فواكه في اليوم، التزم بنظام رياضه. لانه في ناس بتقولك بعمل دايت بس ما عم بنحف، وهي ما عم تلعب رياضه، طول الوقت قاعده او متمدده بالتخت وعلى الموبايل، وحتى انه هي حتى مش مهتمه لا طلعتها وروحتها وجيتها، بس بتضلها قاعده على للاسف الغالبيه يعني. يس. وهذا الحكي بسبب انك انت ما تنزل في الوزن، لانك انت ما عم اوكي انت عمالك بتاكل قليل بس انت ما عم تحرق، فبالتالي بتضلك متوازيه. لازم يكون الانبوت يساوي الاوتبوت. صح. انت بتحرق على حسب شو انت بتاكل. 100%. مش بتاكل وبتضلك قاعد. صح. 100%. قديه اليوم احنا عن جد عم نشوف انه قديه في موضوع الوزن وموضوع انه زياده الوزن بياثر على نفسيه الانسان، وللاسف انه بالرغم من انه مؤثر على النفسيه بتلاقيهم لسه بياكلوا بزياده، يعني عم بيعملوا العكس
للموضوع اللي هم بدهم اياه. يمكن اليوم عن جد الواحد ما يحرم حاله ياكل لكن بكميه قليله، يعني مش انه انا ما بدي احرم حالي فاكل كميات كثير كبيره، او انه بدي انزل بالوزن احرم حالي بشكل كامل عن الوجبات اللي الصحيه اللي بدي اكلها. طب اليوم خلينا نحكي شوي كمان دكتوره عن موضوع، يعني مكمل بارتباط موضوع الفيتامينات بموضوع عدم نزول الوزن وصعود الوزن بشكل كبير. اليوم مثل ما بنعرف، مثل ما ذكرتي البي 12 وايضا فيتامين د والحديد كلهم هدول دور كثير رئيسي بالزبط. طبعا. طب هلا الانسان لو كان ماشي على حميه غذائيه خلينا نقول شوي قاسيه لفتره وكان ياخذ المكملات، هل هذا الشيء كمان جيد ولا سيء؟ سيء جدا. أوكي. لانه احنا ما عم نحكي بس عن مكملات، احنا عم نحكي اوكي انه هو عماله بياخذ كل المكملات الغذائيه اللي عم نحكي فيها انه من برا الاكل. طبعا لا تنسي انه لما يكون من برا الاكل رح امتصاصه يكون اقل. صحيح. من جوا الاكل. صح. اولا ثانيا لا تنسي انه كمان هو عماله بيقلل بالكميه اللي بياكلها. وبالتالي هو عماله بيضغط على جسمه او على عقله بطريقه كثير كبيره على اساس انه انا لازم انزل ما الك غير هذا الاكل. هلا شو بصير يعمل الجسم؟ بخاف ثاني يوم لما يوصل لمرحله الحرمان، بخاف ثاني يوم انه ما يلاقي اكل. صحيح. فبصير يخزن. بنفس حالة الصيام 100%. يعني مثلا نعطي مثال، برمضان برجعوا لي بعد رمضان كلهم زايدين في الوزن. ايش السبب؟ سبب لانه جسمك بصير، انت بتصوم فتره طويله ولما تاكل جسمك بيكون متعطش كثير كبيره كمان، وكمان غير انه كمان بياكل كميات كثير كبيره، لا بيكون متعطش جسمه للاكل. جوعان بده طاقه. صح. فبصير ياخذ هاي الطاقه ويخزن الدهون الموجوده عنده، بقول لك يلا خلص انا اخذت طاقه من الاكل اللي اكله. وبالتالي انا شو عملت؟ اخذت مخزوني. بقول لي يلا هو بكره راح يكون في كمان صيام، يلا خليني احطهم كمان انا عندي من مخزوني. صح. خوفا من بكره. فاحنا خلينا دائما نكون وسطيين. ما نكون انه نحن متحيزين على الاكستريم او على الحد الاعلى انه من الضغط النفسي. صح. كل ما انا ضغطت على حالي كل ما انا سببت مشكله اكبر. هلا بتقولي لي انه كنت تحكي قبل شوي نقطه انه انا بدي انزل بشكل اسرع. صحيح. هي غالبية البنات اليوم عم نشوفها والشباب حتى. بالضبط. إنه من سرعة الحياة اللي عم نعيشها، التكنولوجيا والعولمة اللي احنا عايشينها. صح. بتلاقي بدهم كل شيء بسرعة، فحتى نزول الوزن بدهم إياه بسرعة. بالضبط. حتى هلأ صاروا يوصلوا لمرحلة إنه أوزان قليلة تتجه لأنها بدها تعمل عمليات السمنة. 100%. فعملي أصلاً عمليات السمنة ما بتصير إلا لما يكون في عنا مؤشر كتلة الجسم لا يزيد عن 33. فهذا الحكي بيأثر كتير على نفسيتهم. بصير يحكي أنا بدي أنزل بسرعة يلا بروح على العملية، مع أنه لما تيجي تحسبيها فعلياً العملية والدايت رح ينزلوك إذا كان دايت متوازن. صحيح. صح. لشخصك. يعني مش من تحت الطاولة من تحت الدرج أطول أي برنامج غذائي وأعطيه للمريض معناته أنه المريض رح يستفيد عليه. 100%. فهذا الحكي كتير بيفرق على نفسية الشخص. فرح تلاقيها أنه أو البنت أو الشاب اللي رح يعمل عملية أنه صار عنده اكتئاب أنه أنا لسه بعدني ما صار 33. صح. برجع بيضل ياكل 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 حتى يوصل ل 33 حتى يعمل عملية. طب لو عملت الدايت بهذيك الفترة أو لو انتبهت لأكلك كنت أنت نزلت. صحيح. حتى لو عمل العملية رح يكون نفس الوزن اللي رح يخسره خلال فترة بعد الرجيم. العملية وخلال فترة الرجيم نفس الوقت، يعني 6 شهور 6 شهور. صح. بس الفكره يعني هي كيف اروض دماغي. خلينا بالضبط، خلينا نحكي انه ما في حدا بعيد عن انه يوصل لهدفه. طبعا كل انسان بيقدر يوصل بالطريقه الصح بالطريقه اي المزبوطة. حدا بيقدر يوصل. مم. حتى لو ما كان مثلا، تخيلي اللي ما عنده مشكله بالوزن. وعنده مشاكل صحيه عم بيقدر يوصل للي بده اياه عن طريق النظام الغذائي. صح. فتخيلي هذا كمان بده ينزل وزنه، فاكيد رح يوصل للي بده اياه 100%. طيب اليوم يمكن احنا دكتوره حكينا كثير بهذا الموضوع وموضوع جدا مهم صراحه، ولكن انا بحب اضلني ارجع اذكر بموضوع انه ما تاخذوا رجيم حدا ثاني. يعني حكيتها هذيك المره وبرجع بعيدها اليوم، بتلاقي جارتي اجت ايش الماشي عليه، هي كنزلتي بالوزن اعطيني نفس الرجيم. وانت هلا ذكرتي كمان انه مش اي رجيم بزبط لاي شخص. طبعاً. الاسباب الاساسيه اللي نحكي عنها لحتى الكل يفهم هذا الموضوع، شو اسباب انه انا رجيمي ما بيزبط لرجيم غيري؟ اول شيء لا العمر ولا الوزن ولا الطول نفس الشيء. هاي اول نقطه. أوكي. النقطه الثانيه لما تيجي تحكي انا عندي مشاكل صحيه، طبعا الرجيم يلي بنعمل او قبل كل شيء لازم بنعمل فحص دم. فحص الدم هو اللي بقرر في عندك مشاكل صحيه نحن بنعالجها عن طريق النظام الغذائي او لا. اذا ما في
وقتها نحن بدنا نحدد حصص على حسب الميتابوليزم تاعيتها. اوكي. اذا في وقتها بدنا نعالج الميتابوليزم اللي هي سرعه الهضم وقد ايش جسمك بيحرق من سعرات حراريه. اوكي. وبنفس الوقت كمان بدنا نعالج المشكله الصحيه. فافرضي هذا الشخص كان عنده مشكله صحيه واحنا عم بنعالج له فيها عن طريق البرنامج الغذائي. شوف المشكله اللي راح يوقع فيها الشخص الثاني اللي استخدم برنامجه، لانه هيك صفى عنده زياده في الفيتامينات او ممكن يتعامل جسمه معها بانه يطلعها من جسمه. يعني مثلا اعطيكي على سبيل المثال نحكي فيتامين د، اذا فيتامين د صار كثير عالي في الدم الجسم بصير يطلع الكالسيوم اللي موجود في العضل في العضلات وموجود في العظام ويتحد معه ويطرحه برا الجسم. فانا بصير عندي نقص بالكالسيوم بسبب انه صار عندي فيتامين د عالي. بالضبط. انا صار عندي الحديد كثير عالي وبالتالي انا صارت عندي قوه الدم كثير عاليه وممكن يسبب هذا الحكي نقص اكسجين وصداع نصفي مزمن. صح. واحده من الشغلات اللي بعملها مثلا البي 12، اذا كان بي 12 بعمل تسمم اذا صار عالي. هاي كلها مشاكل ممكن نحن نتواجه فيها واحنا مش عارفين بسبب بس اخطاء. ممكن ما ينزل وزني ويزيد. صح. ممكن ما ينزل وزني ويزيد. صح. ممكن انت الميتابوليزم تاعتك بتحرق 1300 سعر حراري وانا بحرق 1000. طب انا اخذت البرنامج تبعك ال 1300 وانا بحرق 1000 بعدين رح ازيد. صح. وزني بدل ما هو ينزل. فاحنا دائما لازم نرجع على شخص معتمد لهذا الموضوع، مختص فيه، طبيب تغذيه يساعده حتى يقدر يوصل لهدفه 100%. طبعا دكتوره سوزان اليوم شكرا كثير لك لوجودك معنا لليوم. لعفو. يعني موضوع جدا مهم، احنا طرحنا معلومات جدا مفيده اعطيتينا اياها اليوم بالحلقه. شكرا كثير لك. العفو. اهلا وسهلا.